عليكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثنا قال وحدثنا قتيبة كل لفظة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لا بد من تقدير قال قبلها. أحسن الله. يعني كثير من الناس لا يعرفون طريقة أهل العلم، فإذا فتح الكتاب يقول يعني كهذا الحديث يقول وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان مثلا عن صالح بن كيسان، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان. طيب نقول له متى حدثك قتيبة وأين رأيته؟ في المنام. ثم تقول حدثنا سفيان، يعني حدثك قتيبة وسفيان، أين رأيته؟ ثم تقول حدثنا ابن أبي عمر، أين حدثك؟ وتقول حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان، كل هؤلاء حدثوك؟ سبحان الله. فلا بد من إسناد القول إلى قائله، فطريقتهم أن يقولوا قال فلان يعني المصنف، قال البخاري مثلا عند قراءة صحيح البخاري، قال مسلم، قال أبو داود، قال الترمذي، قال أحمد، ينسب القول إلى قائله. وفي مجالس التحديث المسندة يقولون بإسنادك إلى فلان إلى مسلم مثلا قال وحدثنا قتيبة. إذن من الذي قال وحدثنا؟ أنا؟ لا، مسلم. قال حدثنا قتيبة، قال يعني قتيبة حدثنا سفيان، قال يعني قتيبة حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان، وحدثنا هذا عائد على قال مسلم، يعني عرفنا أن مسلم هو الذي قال. وحدثنا ابن أبي عمر ولفظ له قال، من الذي قال؟ ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، فينسب القول إلى قائله. إذن حتى هم كانوا يحذفون قال في مجالس الكتابة والإملاء من باب السرعة، من باب السرعة، لأن الشيخ يملي إما من حفظه أو من كتابه، والغالب من كتابه، والطلاب يكتبون، فلا بد أن يصطلحوا على أشياء تحذف معروفة، خلاص معروف هذا مكانها كذا، يحذفونها كتابة من باب السرعة في الكتابة، لكنهم يأتون بها أداء، يأتون بها أداء. قلنا هذا في أول مجلس، وكانوا ربما يختصرون بعض ألفاظ الأداء، فيختصرون حدثنا إلى ثنا أو إلى نا أو إلى قثنا على حسب اصطلاحات القوم. فبعضهم يختصر حدثنا إلى قثنا، قثنا يعني قال حدثنا، قال حدثنا، ويختصرنا ثنا أو نا، لكن القارئ ما يقول نا فلان نا فلان، يقول قال حدثنا فلان. وأخبرنا يختصرونها إلى أنا، يختصرونها أنا كتابة، لكن يلفظونها كاملة، ولا يقول أنا فلان أنا فلان أنا فلان، عبد المجيد طلع كل أولئك، كيف هذا؟ يقول أنا محمد أنا عبد الله أنا علي أنا حسن، أنت كل أبوهم؟ ما يمكن هذا. فما يقول أنا، يقول أخبرنا. إذن حدثنا تختصر إلى ثنا أو نا أو قثنا، واختلفت الاختصارات فيها لأنها أكثر لفظة تستعمل. وأخبرنا إلى أنا. طيب وأنبأنا نا 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 حدثنا. أحسنت. لا، بعضهم يقول أبنا، أبنا ليست اختصارا، هي أخبرنا، أخبرنا، بعضهم يختصرها أنا وبعضهم إلى أبنا، أبنا هي أخبرنا. أما أنبأنا لا تختصر أبدا، لأنها قليلة الورود، لأنها قليلة الورود، فلا يشق عليهم. ولذلك يخطئ بعض المحققين للمخطوطات إذا رأى أبنا يكتبها أنبأنا، هي أخبرنا، هي أخبرنا. ويخطئ بعضهم إذا رأنا يظنها أخبرنا فيكتبها أخبرنا، هي ليست أخبرنا، هي حدثنا، هي حدثنا. فهمنا؟ إذن أنبأنا لا تختصر أبدا. أوه كيف، فرق كبير. كما ذكرنا في أول مجلس، في مذهب أهل المدينة بل أهل الحجاز عامة، أهل المدينة كمالك، كمالك وابن أبي ذئب وابن إسحاق، وأهل مكة كسفيان بن عيينة، لا فرق. وعلى هذا المذهب البخاري، لكن جمهور المحدثين أنه في فرق. ولذلك البخاري في صحيح يقول باب قول المحدث أخبر حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد واحد، لذلك عند البخاري ما في فرق. وكذا عند مالك رحمه الله تعالى، لأن مالكا رحمه الله يرى أن السماع والعرض واحد، يعني التحديث والإخبار واحد. فهمنا؟ وعند جمهور المحدثين وهو قول العراقيين قاطبة، وهو
وقول العراقيين قاطبة كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وكل العراقيين، وكذا الخراسانيين كصاحبنا مسلم رحمة الله عليه وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وعامة المحدثين، إنه في فرق، وأن أعلاها وأقواها حدثنا ثم أخبرنا، في أدنى المراتب أنبأنا، وأن حدثنا وسمعت في منزلة واحدة لا تستعمل إلا إذا كانت القراءة من الشيخ. قالوا وهذه أقوى الطرق في التحمل، لأن الجميع يكون مستيقظ، ما في أحد نايم، لا عبد المجيد نايم ولا الشيخ نايم. قالوا وهي الطريقة التي تحمل الصحابة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم والصحابة يسمعون، إذن كانوا يسمعون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذه أعلى المراتب، وهي تجمع حواس الطرفين، لأن الشيخ يقول يقرأ والطالب يكتب، ما في أحد نايم، أو كذا الشيخ يقرأ والطلاب شغالين كتابة فما ينامون. قالوا وأما في العرض الطالب يقرأ والشيخ ربما يغفل، ربما يغفل أو لا، أو ربما يسرح والطالب أخطأ في قراءته، أخذ نسخة الشيخ وصار يقرأ. طبعا الشرط أن يقرأ من نسخة الشيخ أو نسخة عليها سماع الشيخ، فالطالب يقرأ الشيخ ربما ينعس أو ربما يسهو يسرح شوي يروح بيتهم بعقله ثم يرجع، يعني ما تكون الحواس مجتمعة. فقال السماع من لفظ الشيخ أعلى من القراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ قالوا أعلى، لأن الجميع مستيقظ، الشيخ الملقي والتلميذ الذي يكتب، لأنه ما كانت بين أيديهم نسخ. أنتوا الحين تروحوا تشتروا من السوق صحيح مسلم وتيجوا يعني جاهزين، في ذاك الزمان ما في شيء جاهز، النسخة نسخة الشيخ، إما الطالب يقرأ والشيخ يستمع والبقية يستمعون فيقولون قرئ عليه ونحن نسمع كما ستقولون قرئ عليه ونحن نسمع، أو الشيخ يقرأ وهم يكتبون، أو يقابلون إن كانوا سبقوا كتبوا النسخة، يقابلون ويضعون علامة المقابلة، بعد كل حديث يضعون دائرة ينقطونها بعد أن يقرأ الحديث كلمة كلمة، حتى إذا توافق لفظ الشيخ الذي يقرأ من نسخته بما هو مكتوب وضعوا نقطة داخل الدائرة، وهذه الدوائر على حسب المقابلات يعرف أن الكتاب هذا قوبل مرة مرتين ثلاثة عشرة. فقالوا السماع من لفظ الشيخ أعلى، لأنها طريقة تحمل الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تجمع الحواس حواس الطرفين. وأما العرض على الشيخ دونها، مالك والبخاري يقولون لا هي سواء سواء، وكان مالك يقول لما كان يأتيه العراقيون ويصرون عليه أن يقرأ عليهم الموطأ، مالك ما كان يقرأ، ما كان يقرأ على أحد أبدا، اللي يجي يقرأ هو يعطيه النسخة يقول له اقرأ أنت وأنا أسمع، وهو يحفظه لأنه 40 سنة وهو يؤلف في الكتاب، يده تجول في الكتاب ما بين زيادة ونقص وتنقيح حتى صار في هذا الحجم الصغير، قالوا كان فيه نحو 10,000 حديث، ثم صار ما فيه إلا القليل، المرفوعات نحو 600 فقط، المرفوعات الموصولة نحو 600 غير المراسيل غير المقاطيع غير الموقوفات، الموصولات نعم كلها صحيحة، الموصولات كلها صحيحة، ولذلك الشافعي كان يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك بعد كتاب الله، الموصولات المرفوعة نعم كلها صحيحة. إيش كنت أقول نسيت؟ مالك كان يقرأ على الله. نعم، فكان إذا قيل له اقرأ علينا، لأنه أهل العراق مذهبهم هذا، كان يقول يجزئك العرض في القرآن ولا يجزئك في السنة، في القرآن يجزئك تأتي إلى القارئ فتقرأ أنت، هو ما يقرأ عليك، أنت تقرأ وهو يصحح قراءتك، يقول لك غن، يقول لك مد، يقول لك افعل كذا، يقول لك افعل كذا، فأنت الذي تقرأ. قال العرض يجزئك في القرآن ألا يجزئك في السنة، يعني من باب أولى، لكن عند العراقيين الإخبار أدنى من السماع والتحديث، السماع والتحديث إذا سمع من لفظ الشيخ فيقول حدثنا فلان، إذا قال حدثنا فلان كمسلم مثلا تعلم أنه الشيخ كان يقرأ والتلميذ يسمع، وإذا قال أخبرنا معناها التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. وأما الإنباء ولا تكاد تجده، يعني لا يكاد يكون قد مر معنا، لأن يعني المتقدمين ما كانوا يستخدمونه إلا نادرا، إلا نادرا أنبأنا،
فالغالب استخدامه كثر عند المتأخرين لا عند المتقدمين. عند المتقدمين كهؤلاء ما كانوا يستعملونه إلا في الندرة، وكثر استعماله في الإجازة. ولذلك الإنباء يعني معناها لو قال أنباءنا معناها ما سمع منه ولا قرأ عليه، إنما أجازه به.